بنرحب بحضراتكم من جديد. الأيام اللي فاتت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادي في النظام الجديد للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2024. ده يخلينا نسأل أسئلة كتير جدا الحقيقة النهاردة، منها أهمية تدريس مادة العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية، إزاي هيتم تطبيق هذا النظام؟ أسئلة كتير جدا هنعرفها من دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس اللي نورنا في استوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا محمد. أهلا بحضرتك. طيب يعني دكتور حسن، قرار ده ممكن نقول هو قرار مهم، بس لازم يكون في قبله تأهيل للطلبة اللي هيتعلموا مادة العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية. زائد كمان عايزين نعرف من حضرتك كمان أهمية هذا القرار. طبعا يعني احنا سعداء ان احنا بنعيش مسيرة تطوير التعليم المتنامية، سعداء بأن الدولة رصدت 2 مليار و216 مليون دولار لتطوير التعليم، سعداء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا مهتم ببناء إنسان جديد لمجتمع جديد، إنسان يفكر يبدي رأيه، يفسر، يعلل، يحترم ثقافات الشعوب، إنسان يعرف الآخر ويحترم الآخر. في هذا الإطار كان لابد من أن نضع المناهج المصرية في إطار المنافسة العالمية أو في إطار التعليم العالمي، فنفكر عالميا ونطبق محليا. طيب العلوم والرياضيات على المستوى العالمي كلها اللغة الإنجليزية لغة اختراع وابتكار، ولغة العلم اللي اخترع بها العلوم واخترع بها الرياضيات اللغة الإنجليزية اللي بيدرسوا بها. أولياء الأمور في مصر اللي هم القادرين بيودوا ولادهم المدارس الدولية والمدارس الخاصة والمدارس الأجنبية اللي بتدرس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، لأن الطلاب ما بينجحوش في كليات الطب والهندسة ويتفوقوا إلا إذا كانوا متمكنين من اللغة الإنجليزية. مزبوط. في هذه المواد طلاب المدارس المصرية الغلابة اللي هم بيخشوا كليات الهندسة والطب ما بيكونش اليوم حظ التفوق أو التواجد في هذه الكليات بنجاح، لأنهم ما درسوش العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية. طيب يبقى معنى ذلك أن الدولة بتوفر فرصة تعليمية باللغة الإنجليزية للعلوم والرياضيات منذ الأولى إعدادي مجانا لأولياء الأمور. لو احنا نظرنا قبل كده هنجد ان في رياض الأطفال ادوهم بعض المفاهيم وبعض المصطلحات. تدريس اللغة الإنجليزية، تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية ده تدريس مصطلحات وتدريس مفاهيم وليس تدريس باستخدام اللغة. بنديهم طيب مفاهيم نفهمها ومصطلح. نفهمها يعني مش هتبقى الماده كلها بالانجليزي، لا هيبقى فيها المصطلحات وفيها المفاهيم باللغه الانجليزيه، واللي بيدرسوها معلمين تم تدريبهم موجودين في كليات التربيه يعني في كليات التربيه في مصر في سيشن قسم بيطلع معلم رياضيات باللغه الانجليزيه ومعلم علوم باللغه الانجليزيه في معظم الكليات، فهي متوفره. هنوفر لهم طبعا المفاهيم والمصطلحات، الوزارات هتديهم في المواد التعليميه الجديده هذه المصطلحات والمفاهيم. انا لما ابني او بنتي يدرس المصطلحات والمفاهيم دي باللغه الانجليزيه ويتقنها ويقدر يتعامل بها في ماده العلوم والرياضيات ينطلق بعد كده في كليات الطب والهندسه بنجاح. ايوه يا فندم، بس يعني ايه دراسه المصطلحات والمفاهيم فقط؟ يعني هل هيبقى في جزء مثلا بالعربي وجزء بالانجليزي ولا كلها بالشرح هيبقى بالانجليزي؟ حسب التصريحات اللي ظهرت في الصحف وحسب يعني ما ذكره معالي الدكتور طارق شوقي ان في مفاهيم في الرياضيات، مفاهيم في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الاحياء بتقدم للطلاب في هذه المواد فيتقنوها. مصطلحات ومفاهيم فقط، لكن الدراسه هتكون باللغه العربيه. يعني الدراسه تتخللها اللغه الانجليزيه. مفهوم. لكن طيب. تقريبا يعني انا في قناعه عندي ان يعني ان ما نقدرش ننتقل واحده صح. طبعا صح. ما هو نظام التعليم في مصر ماشي بالتدرج وماشي بنظام وماشي حسب استراتيجيه. مش يعني مش الدكتور طارق شوقي قعد كده وقال من عنده الكلام ده، في مؤسسه وفي نظام وفي قرارات بتطلع مدروسه وعارفه رد الفعل ايه. بس يا استاذ محمد استاذ جمعنا، احنا العادة عند الناس ان كل قرار جديد
لازم وكل فكر جديد لابد ان نقف ضده دايما. يا دكتور الانسان عدو ما يجهل، هم لسه بس عشان مش فاهمين، لكن لما هيعرفوا مع الوقت هيدركوا فعلا ان القرار ده كان رابعه ابتدائي. يبقى اما اثروا عليها وجينا قعدنا واتكلمنا سعداء جدا. انت عارف حضرتك القضيه الاساسيه ايه؟ القضيه الاساسيه عند معظم الساده اولياء الامور ومعظم المعلمين ان التعليم للامتحانات وليس للحياه. معنى التعليم للامتحانات يعني هات لي الاسئله من الكتاب المقرر حطها في ورقه الامتحان، اخد الفول مارك، اخش طب وهندسه وصيدله واسقط اعدادي طب واعدادي صيدله واعدادي هندسه. ده تفوق وهمي اللي كنا بنعيشه. صح. لكن الدرجات من العام الماضي والعام ده لانها انا كنت عمري ما اتصور، انا بقالي 50 سنه في جامعه عين شمس في استاذ منال، عمري ما كنت اتصور ان امتحان الثانويه العامه ياتي من خارج الكتاب المقرر. لانه بيقيس نواتج التعلم وبيقيس مهارات معينه، مش مهم الماده، ما بيتذكرش الماده التعليميه، ما جبلوش اللي موجوده في الكتاب، جيب له انتقال اثر التدريب. فالنهارده بنعيش عصر جديد. اما تبص حضرتك يا استاذ محمد السنه اللي فاتت وتجد انخفاض مجموع الطلاب في الثانويه العامه لحوالي 15%، ده دليل على ان قدراتهم دي الحقيقيه اللي يخشوا بيها الكليات، وانخفض معاها زي ما قال الرئيس، قال لهم ما تخافوش هتخشوا الجامعه. انخفضت الدرجات والحد الادنى للقبول انخفض جدا، فاصبح ما فيش تفوق وهمي. ما تحكيناش على اولياء الامور، لا بنديهم بروفيل ونديهم صوره صادقه لقدرات ابنائهم، فالمفروض يفرحوا ويكونوا سعداء ان احنا تنميه القدرات والمهارات اللي بتقيسها امتحانات الثانويه العامه دي، بتقيس امتحانات المهارات والقدرات اللازمه للتعليم الجامعي واللازمه لسوق العمل. يبقى معنى ذلك انا باهلهم. الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور طارق شوقي الاثنين منتجات وزاره التربيه والتعليم بتصب في مخرجاتها بتخش في ده. مهم للتفكير بشكل عام حتى في الحياه كمان يا دكتور حسن، فكره طبعا. ان انا اعلم الطالب ان هو يفكر ويستنتج يبدي رايه ويفسر ويدي رايه ديمقراطي، بخلاف يكون ليه راي ورؤيه، بخلاف ما يكون بيقرا كلام من الكتاب وبيحفظه عشان يدخل الامتحان يحط اللي ذاكره او اللي حفظه وبعد كده يخرج او شهاده معرفش يقعد في البيت. لا ده مش هيقعد في البيت بقى. ده العمل جامعات اهليه وجامعات تكنولوجيه وجامعات اجنبيه وجامعات خاصه وجامعات متعدده، ده في ثراء في نقل نوعيه. طيب بس دكتور حسن يعني بعد اذن حضرتك، عشان اقدر اخرج طفل من الابتدائيه يدخل على الاعداديه يدرس حتى لو مفاهيم ومصطلحات فقط باللغه الانجليزيه، لازم الطفل يكون في مرحله الابتدائيه يعني على الاقل مؤهل ان هو يكون بيقرا كويس لغه انجليزيه وبيعرف يكتب كويس لغه انجليزيه وعنده حد ادنى حتى انه يقدر يدير حوار باللغه الانجليزيه حتى لو حوار بسيط. وعشان نكون واقعيين لو هنتكلم في المدارس مش متوافر بتقولي حضرتك، لا يمكن يبقى متوافر، لكن في رياضه الاطفال في مصطلحات وفي مفاهيم باللغه الانجليزيه خدوها في رياضه الاطفال كي جي 1 وكي جي 2 واثناء اولى وثانيه وثالثه ورابعه اللي تم تطويرها في برضه مصطلحات ومفاهيم، لكن عشان اكثف هذه المصطلحات والمفاهيم لان العلوم والرياضيات بتبتدي تتفصل من رابعه ابتدائي. بقى الاول بياخد انتجريشن او المواد المتكامله من خلالها بيدرس العلوم والرياضيات والعلوم الاجتماعيه كله، يجي سنه رابعه تتفصل تبقى العلوم لوحدها والرياضيات لوحدها وخمسه وسته وبعدين اولى اعدادي. فهنا حضرتك هو اصلا درس بعض المصطلحات والمفاهيم، ما فيش نقله يعني مفاجئه. وبعدين الوزاره لما تطلع قرار زي دي الوزاره فاهمه عارفه ان عندها امكانات وعندها معلومات وعندها مواد تعليميه وعندها انشطه وعندها وسائط تعليميه، كل ده بيوفر زخم للمتعلمين في المدرسه هيتعلموا. ولا الوزاره بتطلع قرار بدون مدروس مش ومنتظر ان احنا نقول لها اعملي كذا؟ لا هو مدروس بكل تاكيد، احنا بنفهم من حضرتك الاستراتيجيه اللي مدروسه بالنسبه لهم. هو يعني زي ما اتفقنا ان اي قرار بيطلع بيتم دراسته بكل جوانبه قبل ما يعلن. تمام، يعني كده نطمن الناس ان في خطه الوزاره وضعتها طبعا دلوقتي احنا من اول اولى اعدادي وامكانات المعلمين تمام. بتوفرها للطلاب دول من اول اولى اعدادي هيكون في دراسه لبعض المصطلحات والمفاهيم باللغه الانجليزيه بالنسبه لماده العلوم والرياضيات.
مش كل التدريس هيكون بالماده باللغه الانجليزيه، لكن بادئين من رياض الاطفال بنديهم بعض المصطلحات البسيطه اللي تناسب الطفل في هذا السن، واعتقد انه مع الوقت هنبتدي نزود الجرعه. هنزود الجرعه شويه. بالظبط بالظبط. هو تطوير حضرتك يا استاذه جمانه، التطوير عمليه مستمره متناميه بكل تاكيد مستمره. يعني وصلنا السنه اللي فاتت رابعه ابتدائي مش هاص وقالوا المواد التعليم محدش يفهمها، والاخر قالوا بقوا سعداء. ليه؟ لان لو الاولاد فهموها ولو انها بسيطه مش معقده وانها بترتبط بالواقع وبتطور قدرات المتعلمين فابتدوا يهديوا ونجحوا الاولاد ما سقطوش، واولياء الامور ما اشتكوش والامور. بس يا ريت ناخد اي قرار جديد نسيب اصحاب الشأن نسأل. يعني يا ريت نسأل كإعلام نسأل دور أولياء الأمور إيه، ودور البيت إيه، ودور الإعلام إيه، ودور وزارة التربية والتعليم إيه عشان القرار ده ينجح. طيب حضرتك شايف إن دور أولياء الأمور والبيت إيه؟ أولا يعني هم أولياء الأمور عندهم ثقة الوزارة أعادت الثقة بين البيت والمدرسة فأصبحوا بيثقوا في القرارات الوزارية لأن هي بتحقق عوائد بالنسبة لهم. أنا كأب أو كأم ابني داخل أولى إعدادي أفرح قوي، أروح جايب له مواد تعليمية وأنشطة من بنك المعرفة، من بنك المعرفة، وأعلمه بعض المصطلحات. 10 مصطلحات النهاردة يعرفهم، بكرة يحصل 5، يتنافسوا الولاد مع بعض، يفرحوا بالزخم الجديد ده وبالرؤية الجديدة دي، ويختبروا بعض ويتواصلوا مع بعض بوسائل التواصل الاجتماعي وبالتليفونات، فيبتدوا يخشوا مهيئين. انا كاب وكام بقى اقول لهم اه ده فكره جميله ده انتوا هتنجحوا في كليات الطب والهندسه بالطريقه دي، لكن انا كاب وام اخف حائل دون الوزاره ودون الطلاب ودون التطوير دي قضيه. والقضيه الاساسيه اللي مش عاوزه جدل ان المشكله مش بين الطلبه والوزاره، بين الطلبه واولياء الامور. صحيح. المشكله بين الطلبه واولياء الامور. ارفعوا ايديكم على ابنائكم، طموحات الاباء شيء وقدرات الابناء شيء، طموحات الاباء شيء وقدرات الابناء شيء. مش ابني مش هيطلع الاول في كل حاجه، ابنك يطلع الاول وابني الاول، وانت امال مين هيطلع؟ فين التدرج؟ فين الفن؟ كلام حضرتك فين التمييز؟ وبالتالي يا دكتور حسن الولاد في هذا السن ومع تطوير المناهج بيبقى عنده سند يرجع له ان هو لو ما جابش مجموع ما هو باباه هو كمان معترض. ما هو باباه هيطلع الاول. لا ما هو بابا دلوقتي معترض على التطوير مثلا، فيجي الطفل او يشوف حضرتك يا سمحة لو ما جابش مجموع يقول لك مش مشكله، ما انت لا معترض على التطوير يقول لك الوزاره انت وانت فاهم الوزاره فيها مدرسين ولا فيها مواد تعليميه، هو انت متخذ قرار. انا اقول لحضرتك لكن حقهم برضه يا دكتور، حدثت اليومين دول ان هم الطلبه بيحولوا نفسهم من المرحله الثانويه الى المدارس التكنولوجيه عشان يخشوا الجامعه التكنولوجيه. عارف ليه؟ لأن حدث تطور هائل في الجامعات التكنولوجية. 6 جامعات السنة الجاية هتفتح بالإضافة إلى 3 يبقوا 9 جامعات. الأولاد بيتخرجوا ويخشوا سوق العمل على طول. في شراكة بين مصر وبين ألمانيا وبين الدول الأخرى، في تدريب للمعلمين خارج مصر، في زخم، في نقلة نوعية. فالأولياء الأمور انبهروا بأن أولادهم مش هيدفعوا فلوس في الثانوي، الصناعي بيتدربوا مجانا وبياخدوا مواد مجانا وبياخدوا انشطه مجانا وبيخشوا جامعه تكنولوجيه بيتخرجوا لسوق العمل. فسحبوا نفسهم كلهم جريوا. يعني في تحول، في تغيير، في مناء، في ثقافه المجتمع نتيجه لتطوير التعليم، نتيجه لجهود الدوله في ان هي رفعت التعليم الفني من مرحله التعليم المهجور اللي بيكرهوه اللي ملوش قيمه الى ان هو اصبح نخلة نوعية، أصبح فكر جديد ورؤية جديدة ترتبط بسوق العمل. التعليم أصبح بيرتبط بسوق العمل، بنستثمر الإنسان المصري في العمل لأن بناء إنسان جديد لمجتمع جديد زي ما قال الرئيس محتاج لهذه النوعية الجديدة اللي بتتقن اللغة الإنجليزية، اللي بتتقن التكنولوجيا، القادرة على أن هي تتعامل مع الجامعات وسوق العمل باختصار.
طيب دكتور، يعني أهمية هذا القرار إيه؟ في بعض الأهالي ممكن يقولوا طب إحنا كده بقى مش هنعرف ندرس لأولادنا، الموضوع بقى صعب علينا. طب ما إحنا طول عمرنا كنا بندرس العلوم والرياضيات بالعربي وبعدين نبقى ندي أولادنا كورسات في الإنجليزي على سبيل المثال. أهمية هذا القرار إيه وهيفرق مع الطلبة إزاي؟ إن كان لأنه يأهلهم للثانوية العامة أو حتى يأهلهم للجامعات وتأهلهم حتى لسوق العمل. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي إن يؤهلهم للجامعات وسوق العمل، لان ما يدرسه الطالب من اولا لابد يدرس في الجامعه ويدرس في الكليات التكنولوجيه ويدرس في الجامعات الاهليه المصطلحات الرياضيات والعلوم باللغه الانجليزيه. لابد، ما دي فاكت، دي حقيقه ما نقدرش نغيرها. طب ما لازم انا اعده بقى، يبقى الدكتور طارق شوقي بيعد للدكتور خالد عبد الغفار نوعيه من المتعلمين قادره على انها تدخل عادات عقليه جديده، تدخل سوق الجامعات، تنجح في الجامعات، تتفوق في الجامعات، تدخل سوق العمل، تشترك وتشتغل وتنتج. لان بناء انسان، بناء مجتمع جديد يعني ايه؟ بناء مصر الجديده وبناء الدولة الجديدة محتاجة الإنسان جديد ولا إنسان متخلف. يكون الدولة بتتحمل أعباء وكل الدولة بتربي ولادنا، بتعلمهم إنجليزي مجانا، بتعلمهم تكنولوجيا مجانا، بتستمع إلى أولياء الأمور واعتراضاتهم المستمرة. نقطة مهمة جدا بقى يا فندم كنت عايز أتكلم فيها مع حضرتك. إحنا بس عايزين نوضح إن مش كل أولياء الأمور بيكونوا معترضين على المناهج الجديدة، في بعض أولياء الأمور بيكون محتاج بس إن هو يفهم، حد يتواصل معاه ويفهمه. ومن حقهم يقولوا لا، بنقول لهم إحنا جميل، ومن حقهم كمان إن هم يفهموا. وكلام حضرتك بيقول نقطة مهمة جدا إن إحنا بنتابع. يعني حضرتك ذكرت دلوقتي وقلت المناهج بتاعة رابعة ابتدائي الناس كانت معترضة في الأول، لكن بعد السنة ما خلصت أولياء الأمور كانوا فرحانين وسعداء. هل أنتوا بترصدوا الكلام ده باستمرار؟ طبعا مرصود. يعني زي ما بنرصد اعتراضهم عالميا مرصود داخل الوزارة، وهو الدكتور طارق شوقي قال لهم اصبروا شوية، انتظروا شوية، هم بقى لقوا كتاب كبير قد كده وهم واخدين على التيكاوي سندوتشات، ثقافة السندوتشات. فالكتاب الكبير كله تدريبات وكله أنشطة الأولاد بقى يقلبوا بنك المعرفة. التابلت بياخدوه في اولى ثانوي مجانا ويقعد معاهم طول العمر، بيخشوا بنك المعرفه، بيخشوا منصات حصص مصر، بيخشوا مدرستنا واحد واثنين وثلاثه، بيجدوا التدريبات. هم هدفهم الاساسي ايه؟ الاسئله، الامتحانات. الامتحانات والاسئله مش هو الهدف. صح. الامتحانات والاسئله دي وسيله لقياس قدرات المتعلمين. انا عاوز اولياء الامور يسالوا ابني اتعلم ايه في الفيزياء، ابني اتعلم ايه في الانجليزي، ابني اتعلم ايه في التربيه الرياضيه، انتوا علمتوه ايه، اهلتوه بره في الدول المتقدمه ثقافتهم بيعملوا اعتراضات على ان ماذا قدمتم لابنائنا. هم بس يا فندم احنا اي حاجه إيه؟ بتبقى ليها علاقه باولادنا احنا بنبقى قلقانين عليها، يعني بنبقى قلقانين عليهم جدا، خاصه التعليم. فعشان كده زي الملح كده طبعا، بس يعني من حقهم برضو يلاقوا، ومن برضو يعني من حقهم يفهموا. وده اللي انتوا بتقوموا بيه، او وزاره التربيه والتعليم. انتوا بتقوموا بيه طبعا، وزاره التربيه والتعليم بتقوم، واحنا بتقوم بدور، واحنا كمان طبعا بنقوم التوعيه ونقل الوعي وترشيد الوعي، هو ده اللي بتقوموا بيه اكيد. طيب خلينا نعرف من حضرتك بقى، ونستغل فرصه وجودك معانا، ونعرف من حضرتك منهجيه وضع المناهج دلوقتي بالنسبه للجمهوريه الجديده ايه؟ شوفي، انا كانت غايبه عني كلمه الجمهوريه الجديده دي، لو انسان جديد لمجتمع جديد. المناهج بتوضع سيكونس متدرجه، بتوضع في اطار ماذا تقدم من مناهج في العالم، في كوريا الجنوبيه، في سنغافوره، في انجلترا، في الدول المتقدمه. فبناخد نفس السيستم، يعني المعلومات متراكمه او متراكمه، ما اقدرش اديله. ولذلك لما تقولي خفف في بعض المناهج اقول لي غلط، لان لو ما خدش الحلقه دي هيقع بعد كده، لان كله مترتب على بعضه، متدرج من العام الى الخاص، ومن البسيط الى المركب، ومن المحسوس الى المعنوي. فهذا التدرج الطالب، يعني طالب اولى وثانيه وثالثه ورابعه ابتدائي، يعني لما اجيب طالب خمسه ابتدائي ما درسش الاربع سنين دول من مدرسه ثانيه ما ينفعش يمشي. ليه؟ لان في حضرتك في منظومه تسلسل، يعني وزي ما حضرتك قلت كده تدرج للمناهج، تدرج المناهج، ايجاد انشطه. الانشطه التوكاتو اللي موجوده في المدارس اليابانيه اتنقلت الى المدارس المصريه مجانا،
بتقدم في المدارس الابتدائية أنشطة التوكاتو مجانا، فيها أنشطة اجتماعية وأنشطة علمية وأنشطة فنية وفيها قيم وأخلاقيات. يعني احنا مش قادرين نستوعب، أنا كأستاذ تربية بحاول استوعب هذا التطور الهائل في نظام التعليم، في المواد التعليمية اللي بتقدم، في الجهود المبذولة للنهار، في الامتحانات الجديدة، في التعامل الجديد، ان الطالب اصبح دلوقتي بيفكر عالميا ويطبق محليا، اصبح طلابنا متميزين في امتحانات الرياضيات والعلوم على مستوى العالم. كل ده زخم احنا عايشينه بس مش حاسين بيه لان ما حدش بيقول لنا عليه. طيب دكتور حسن، السؤال من بره المنهج، في مصلحه الطالب؟ لمصلحه الطالب والدوله وولي الامر، مصلحه جميع الاطراف. ما انا ابني لما يتعلم المصطلحات دي باللغه الانجليزيه ويتفوق فيها، والطلبه بقى طبعا هيتنافسوا ويتباروا في حفظ المفاهيم والمصطلحات ويختبروا بعض ويتفوقوا على بعض. مصلحه الطالب، مصلحه ولي الامر ان ابني يتعلم جديد، تعليم جديد. مصلحه الدوله بانه هيتخرج يشتغل يعمل في سوق العمل. في عصر الرئيس السيسي الخليجي مش هيقعد في البيت، مش ما هو ممكن اول مره رئيس دوله بيهتم بالتعليم، بيهتم بقى. عارف لو في دوله، لو رئيس دوله ثانيه، انا عشت مع احترامي وتقديري لرؤساء الدول قبل كده، الناس تهيس يقول لا حط امتحان من كتاب الوزاره. وكان اول اجتماع بنجتمع بوضع الاسئله يقول لنا يا دكتور حسن خد بالك احنا عاوزين اول يوم في العربي الامتحان يكون من كتاب الوزاره من الاسئله اللي العيال حافظينها، عشان عاوز اسكت الرئيس السيسي. ما يهموش الناس تسكت، يهموا الناس تتكلم وتقول. ولذلك عاوز الناس تفهم الوعي، يبقى عندها وعي بهذا التطوير، الوعي بان الدوله وفرت مدارس جديده، وفرت تعليم جديد، وفرت يعني هي القياده السياسيه يا فندم ادركت لما يحدث في العالم والتغير اللي حدث في المناهج التعليميه والتكنولوجيه ومتطلبات سوق العمل وما الى ذلك. عشان كده احنا دلوقتي في طريقنا للتغيير. على اي حال بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسن شحاته استاذ المناهج بجامعه عين شمس، دايما منورنا في صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا فندم.